حاجه هنتكلم عن اللاين لوكيشن. ايه موضوع اللاين لوكيشن ده؟ ده في حاجات خطوط بنحطها في الكتاب الخليه على نوع مشهور، كل خط يرمز الى ايه؟ ده الموصول باللاين لوكيشن. اللاين لوكيشن توصل في باوندريز ار دينوتد باي الفيرتيكال بار. يعني الخط المايل ده زي ما قلنا بيرمز الى ايه؟ في الباوندري. فور اكزامبل دي سيل تايب 1 في الجنوب زي ما انت شايف اهو. الهيدروجين الكترود بلاتينم ده طبعا ميتال سوليد يبقى خط مائل. الفيد اللي بعده يعني نقلنا من سوليد فيد اللي هو بلاتينم الى جاز فيد يبقى في خط مائل. وبعدين انتقلنا من جاز فيد الى ليكويد فيد اللي هو محلول الماء اللي في ال يبقى خط مائل. وبعدين سيلفر كلورايد ده سوليد برضه خط مائل. وبعدين انظر سوليد فيز اللي هي الميتال يبقى خط مائل. يبقى اذا خط المائل ده يرمز الى تشينج اوف فيز. طيب لو عندي ليكو جانكشن بنظر ايه؟ زي ما قلنا خط راسي ما ايه؟ مقطع. يبقى دي لما اشوف العلامه دي في خليه يبقى ده معناها ايه؟ في ليكو جانكشن. زي خليه ايه؟ زي ما قلنا دانيال سيل. زين اللي هو مسافين شيلوشن وبعدين الفين الباوندر اللي فيها ايه خط راسي ده مقطع يبقى ده فيها ممبرين وفي هيك جنكشن. طيب ايه دبل فيرتيكال لاين؟ يعني لو حاطين هدول مقاولين يبقى ده سوق بريك التنمر اللي هنا الخليه دي شلنا منها الليكو جنكشن وتنشن باستخدام سوق بريك بنوتس اند انترفيس for which it is assumed that the junction potential has been eliminated using a short bridge. That the silk is denoted in another way لما شفنا الالكترود على الشمال جنبه ايه سلفيت وبعدين في خطين مائلين متوجهين يبقى معانا احنا هنا مستخدمين شورت بريدج. يبقى دي الاتفاقيات اللي احنا متفقين عليها عشان كلنا نتبع نفس الطريقه في كتابة الخلية. سيل كونفنشن في اتفاق معين احنا برضو متفقين عليه كلنا في كتابة الخلية اللي هو على الشمال يبقى الانود اللي بيحصل عنده اكسجين. يبقى نكتب على الشمال نحط الانود اللي هو بيحصل عنده اكسجين وعلى اليمين نحط الكاثود اللي بيحصل عنده بلاستيك. لو شفت الخليه بالشكل ده يبقى هقول على الشمال انود يعني هيحصل عنده اكسديشن وهقول على اليمين هيحصل عنده الاكسديشن. يبقى الاتفاق كلنا نمشي عليه وانا بكتب الخليه يبقى على الشمال ده يبقى هو الانود اكسديشن وعلى اليمين يبقى الكاثود الاكسديشن. طب دي سيل رياكشن تفاعل الخليه بنعمل ايه بقى؟ بالنسبه للانود احنا اتفقنا دلوقتي على ان الشمال هو الانود يبقى اخد القطب الشمال واكتب التفاعل الاكسده بتاعته واخد القطب اليمين واكتب التفاعل الريدكشن بتاعه وبعدين اجمعهم يديني الاوفر اول رياكشن اوف ذا سيل لان التفاعل النهائي هو محصله تفاعل عندي تو الكترونز. يعني مثلا لما يقول لي خليه زي دي اللي هي دانيال سيل اعمل ايه بقى؟ الرايت اللي هو العاملين يبقى الكاثود وبيحصل عنده ريدكشن يبقى الكوبريك ارم ياخد 2 الكترونز ويديني خبر ميتال. الليفت اللي هو الانود بيحصل عنده اوكسيديشن يبقى الزنك اتوم يحصل له اوكسيديشن ويديني زنك كاتايون 2 الكترونز. الاوفر اكشن اللي هو محصله 2 يبقى اجمعهم يبقى كفر ارم هيتفاعل مع الميتال اتوم ويديني كفر ميتال اتوم وزنك استقرار. يبقى الموضوع بسيط يعني اخذ على كل قطب واكتب التفاعل بتاعه واخذ المحصله يبقى ده النت او الاوفر بول اكشن. الموضوع ده طبعا ايه بقى عايز تركيز فايه اللي في دماغه حاجه ايه يبعدها ويركز معايا. وده موضوع بقى صورة الثيرمو داينامكس بالالكتروكيميا.
اللي هم من التمتسون والانانس والدول الاولاني اللي احنا شغالين فيه اللي هو البيض والالكتروكانسيوم، وكمان بيحتاج الكيميكاليتكس بيحتاج السيرمودايناميكس والالكتروكانسيوم الاثنين او السيرمودايناميكس والكيميكاليتكس الاثنين في الجزء الثاني اللي هو الالكتروكانسيوم. يبقى البيض بنحتاجها في كيميكاليتكس الاثنين. شكل الجزء ده بيبين لك مدى الصله او اعتماد الالكتروكيمستري على الثيرمودايناميكس. الموضوع انه يبقى لازم تشارك في سيلف ديتكشن، بعدين بين قوسين شارك ويرك اند بي انرجي. فري انرجي طبعا دي والويرك دول بيقول لك ايه الموضوع فيه ثيرمودايناميكس مش كده ولا ايه؟ طيب ايه بقى الحكايه دي؟ العلاقه بين الكيمياء الكهربيه والثيرمودايناميكس، وده كلام مهم قوي اللي هو اصل الالكتروكيمستري وايه العلاقه بينها وبين الكيميكال ثيرمودايناميكس. الاول شحنه الالكترون اللي انتم عارفينها، وبعدين ابجد النمبر اللي انتم عارفينه، وعدد الجزيئات اللي موجوده في واحد مول من السولسنس اللي عارفينها. المفروض المعلومات دي كلها ايه؟ عدت عليه. بس هنراجعها مع بعض اهو. الجزء الاولاني الكتريك شارك denoted باي 2، دي الشحنة عامة يعني باي 2 از ميجر ان كولز، يعني وحدات الكهرباء هي ايه؟ الكولز. طيب ورمزها سي كابيتال. دي تشارج اوف سنجل الكترون، شحنة الالكترون الواحد طبعا دي من المعلومات اللي المفروض تكون عارفها زي ما انت شايف اهو 1602 في 10^19 كولوم. طبعا لازم دي تحفظها وتكون في دماغك من المعلومات الاساسيه في الكيمياء وفي الفيزياء طبعا. 1 مول اوف الكترون هاز ان شارج اوف، يعني لو عندي 1 مول من الالكترون يعني عدد افوجادرو من الالكترون بيبقى شحنته كام؟ 9.65% في 10^4 كولوم اللي هو ده بنسميه فاراداي كونستنت، مش كده؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه شحنة الالكترون الواحد والشحنة اللي موجودة على عدد افوجادروز من الالكترون اللي هي افوجادروز او دي فاراداي كونستنت اللي هي 965 ألف كولوم الرقم اللي احنا حاطينه. طيب امال شحنة الالكترون قصدي هيبقى فاضل لنا ايه؟ دلوقتي احنا عرفنا شحنة الالكترون الواحد وعرفنا الفرادية كونستر، قصدي هيبقى كام الفرادية كونستر؟ تبقى 6.2 في 10^23. لما تضرب الفرادية كونستر في شحنة الالكترون الواحد هيدي لك ايه؟ الشحنة الموجودة على اللي هو بنسميه ايه؟ يعني كيو النهائية اللي على 1 مول بتساوي عدد افوجادرو مضروب في الايه؟ يعني الشحنة الكلية تساوي شحنة الالكترون في فاراداي كروس. طيب زي ما بنقول دي المعلومة الأساسية لنا كلنا، شحنة الالكترون قد إيه؟ الجادرز نمبر اللي هو عدد الالكترون في الواحد مول، ده هيدينا مضروب ببعض يديني فاراداي كروس اللي هو وحدة الإيه؟ الكهرباء اللي موجودة على الواحد مول من الالكترون. يبقى دي معلومات أساسية المفروض طبعا كلنا عارفينها بس احنا بنراجعها مع بعض. ده لازمته ايه؟ هيبان لازمته بعد شويه. يبقى المعادله النهائيه للشحنه الكليه بتساوي النمبر اوف الكترون في النمبر اوف مولز قصدي في الفاراداي كونستنت، لان الفاراداي كونستنت ده هو عباره عن ايه؟ الشحنه اللي موجوده على واحد مول. يبقى الشحنه الكليه بتساوي ايه؟ عدد المولز مضروبه في الفاراداي كونستنت. يبقى الفاراداي كونستنت هو وحدة الكهرباء بالمول. الواحد مول من الالكترون يبقى ده الشحنة على ريل، يبقى فاراداي كونستنت اللي هي 96,500 كيلو. طيب احنا عايزين الكلام ده ليه؟ عشان هنكمل. لأن الغرض بتاعنا إن احنا نجيب علاقة بين الإيه؟ الشينج أوف فري إنرجي والجهد بتاع الخلية. هيبان في الآخر، بس نمشي مع بعض إيه؟
ينحطوا طبعا. طيب نسيب potential اللي هي بنقول لها E كابتن denotes a potential difference. measure inverse يعني فرق الجهد اللي احنا بنقول عليه بتاع سواء جهد الحر او القوة التابعة الكهربية للخلية اللي هي محصلة اللي هي فرق الجهد عن التو الكترونز. يعني اما بعمل خلية يبقى القوانين القطبين. فرق الجهد للخلية بنسميه القوة التابعة الكهربية، ده محصلة فرق الجهد عن التو الكترونز. يبقى ايه كابتن؟ دايما هنتكلم على خلية كاملة. فالسيل بوتنشال اللي هي denotes a potential difference اختلاف في الجهد. measure in volts the potential difference between two points is a measure of how much work is needed for or done when one column passes between those two points. بيعرف لك ايه يعني هو potential difference. بيقول لك potential difference بين نقطتين هو ايه؟ بيتقاس بالشغل اللي انت بتعمله او تحتاجه عشان تنقل وان كولوم ما بين النقطتين. خد بالك من الكلام اللي احنا بنقوله. فرق الجهد اللي هو بوتنشال ديفرنس تعريفه ايه؟ تعريف الشغل اللي انت بتبذله او اللي انت محتاجه عشان تنقل واحد كولوم اللي هي وحده الشحنه الكهربيه من النقطه للثانيه. خليك معايا شويه شويه. طيب بعد كده وين تشارج كيو؟ لو عندي تشارج درجه كيو وعايز انقلها من نقطه لنقطه عند بوتنشال ديفرنس اي يبقى محتاج شغل قد ايه؟ حضرتك كيو في اي يبقى الشغل الكلي بيساوي بوتنشال ديفرنس في التشارج. لان احنا قلنا التعريف لما وير بتساوي اي لو كيو بتساوي واحد. لما عرفنا البوتنشال ديفرنس ايه للكوب المشغول عشان انقل واحد كول من نقطه لنقطه. طب لو عندي كيو يبقى اضرب في كيو. يبقى الشغل الكلي بيساوي بوتنشال ديفرنس مضروب في التشارج اللي هي كيو. والوحدات بتاع الشغل طبعا انتوا عارفين اللي هي انرجي اللي هي الجول. يبقى الجول بيساوي جول كول. بتقولي بعد كده ولا نعيد قبل ما نكمل؟ احنا ما عملناش حاجه لحد دلوقتي يعني، احنا كل اللي عملناه فكرناكم بشحنة الالكترون وابجد النمبر و ثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. وبعد كده قلنا بس تعريف البوتنشال ديفرنس والشغل المبذول لو كنت حامل شحنة معينة من ايه مكان لمكان او نتيجة بوتنشال ديفرنس. يبقى المعادلة اللي احنا وصلنا لها في الآخر بتقول ايه؟ الويت بيساوي البوتنشال ديفرنس في التشارج. دي معادلة مهمة هنحتاجها عشان نكمل القصة بتاعتنا. موجودة قبل كده؟ لأي تباعد كيميائي عكسي عند
ثبوت الحراره والضغط يساوي الماكسيمم وير. هنا طبعا هنسميه اكسلنت وير لان هو جاي من الايه؟ شغل كهربي. ذا كان بي دان باي ذا اكشن اون اكسلنت. يعني الشغل اللي هيعمله النظام ضد الوسط المحيط. الكلام ده طبعا عارفين المسلم ده نفسه. يبقى الكلام ده بتقول ايه؟ بتقول ان الشين اوف ذا انيمال اوف ذا اكشن اللي هو التفاعل اللي بيتم في الخليه. احنا بنربط الاثنين مع بعض بقى لان الخليه دي الخليه الجرمانيه بتنتج كهرباء من كيمياء. ففي تفاعل كيميائي بيحدث عند الاقطاب وبناخد الحصيله بتاعته. ده التسجيل بتاع التفاعل الكيميائي ده تساوي ايه؟ تساوي الماكسيموم وير اللي عملته الخليه ضد الوسط المحيطي. بالمعادله ان الوير بيساوي ناقص تلتا جي. طب الناقص دي لازمتها ايه؟ لان النظام بدأ شغل ضد وسط المحيط فالنظام خسر شغل فعشان كده بنحط الايه؟ الاشاره بالسالب. يبقى احنا دلوقتي عرضنا في حاجه جديده. احنا قبل كده كنا جبنا المعادله اللي بتقول ايه؟ الوير بيساوي بوتنشال ديفرنس في التشارج. يبقى دي المعادله اللي احنا كنا وصلناها. الوير بيساوي اي بوتنشال ديفرنس في الكيمياء. دلوقتي احنا قلنا الوير بيساوي ايه؟ بيساوي ناقص التسجيل. طيب هنكمل ازاي بقى؟ هنا بيقول لك النيجا تشارج ناحيتين جايه منين؟ لان النظام بذل شغل ضد الوسط المحيط. فلما بقى نعوض عن الويرت بايه؟ بإي في كيو مش كده؟ وبعدين كيو نعوض عليها من معدل واحد يعني المعدلات واحد واثنين وثلاثة اللي فاتوا دول هنعوض فيهم مع بعض هنوصل للمعدل دلتا جي بيساوي ناقص الويرت بيساوي ناقص إي في كيو وهنوصل للمعدل اللي هي بتقول إيه دلتا جي بيساوي ناقص إن في البوتنشال ديفرنس الفرادي. دي معادلة أساسية اللي هي بتربط الالكتروكيمستري والثيرموداينامكس. بتقول إيه؟ The change of free energy of the chemical action بيساوي ناقص N اللي هو هنا النمبر of electrons في ترانسفير في المعادلة أو النمبر of moles في البوتنشال ديفرنس بتاع الخلية في الفرادي بوكس. المعادله دي هي اساس الريفيرو الكتروكيمستري. المعادله دي هي اساس الريفيرو الكتروكيمستري اللي بتربط the change of the energy of the reaction مع the potential difference بتاع الخليه او الكتروموتيف فورس اوف ذا سيل. يبقى القوه الدافعه الكهربيه للخليه اللي هي اي كابتن اقدر اجيبها منين؟ من the change of free energy of the chemical reaction اللي هو حصل في الخليه. الكلام ده طبعا مهم واساسي لان زي ما اتفقنا ده هو اساس الالكتروكيمستري ومنبعها من الكيميكال ثيرمودينامكس. في حد عايز حاجه فيه قبل ما نسيبه؟ نيرس ايكويشن ده نيرس ده اسم الايه؟ الكيميائي اللي هو اشتقها. المعادلتين دول المعادله اللي فاتت اللي هي بتاع دلتا جي بتساوي ناقص ان اي اف ومعادله نيرس دول يعتبروا اثنين اساس الكيمياء الكهربيه العكسيه. ايه بقى معادله نيرس دي؟ دي حاجه بسيطه. ليه بقى؟ لانه خد معادله عامه لتفاعل كيميائي بيحدث في خليه. المعدل العام اللي جاي A مول اوف سلسلس A مع B مول من سلسلس B يديني M مول من سلسلس N و N مول من سلسلس N. ده تفاعل عكسي لأن زي ما قلنا تفاعل تفاعلات الكهروكيميائية كلها عكسية إلا إذا إحنا تدخلنا فيها وخدناها بالعكسية لما تفاعل. طيب برضه ثيرموداينامكس بتقول ايه؟ The reaction gives free energy change is related to the composition of the reaction mixture volume. يعني ايه؟ دلتا جي بتاع التفاعل بتساوي دلتا جي نوت اللي هو الستاند
dance person, he has new teacher, three men, two. Two اللي هي مكتوبة اللي هي الأكتر ناس البرودكتس مقسومة على الأكتر ناس البرودكتس. يبقى إذا بالنسبة للتفاعل العام تفاعل الخلية عام اللي هو من كفور حطوا عليه المعادلة بتاعت السيرف داينامكس اللي هي بتجيب علاقة ما بين التشينج اوف ري انرجي اوف ذا اكشن والستاندرد تشينج اللي هو عامل دور قياسية يعني والتراكيز بتاعت النواتج والمتفاعلات اللي انا برضه بديها بكيوب زي ما قلنا كيوب بتساوي الاكتف ماس والبرودكت مقسومة على الاكتف ماس والبرودكتس. طيب هو دي لو احنا عندنا تفاعل عكسي وعند الالتزام دي التسجيل بتساوي تقريب لو في تفاعل عكسي وعند الالتزام يبقى الشينج اوف دي ايه اللي بتاعته بتساوي حد فاكر؟ نقول تاني عندنا تفاعل عكسي وموجود قبل التوجيه دي تشينج اوف دي ايه اللي بتاعته بتساوي كام؟ دي التسجيل نعم زيرو يبقى اذا انا ممكن اشيل دي التسجيل بالنسبه للتفاعل العكسي قبل التوجيه واحطها بصفر يبقى إذا زيرو هنساوي يساوي دلتا جي نوت زائد ار تي لين كيو. طب كيو برضو عند الالتزام ممكن اشيلها واحط الاكوبريم كونستانت كي الكلام ده برضو سيرفو داينامكس وكيميكال اكوبريم اللي انتوا درستوه في اول مقرر كيمياء هات الاكوبريم دلتا جي تساوي زيرو وكيو اللي هو اكتر ماس البرودكت على اكتر ماس الرياكتنس دي تساوي الاكوبريم باكس. فاكرين الكلام ده ولا مش؟ يبقى لازم نراجع برضه معلوماتنا فين؟ في الكيميكال اكوبريم شابتر الكيميكال اكوبريم اللي هو اول مقرر كيميكال كيمستري فاكتور والكيميكال سيرمال اناليسيس. يبقى اذا احنا هنا عملنا ايه بقى؟ قلنا اكتر اكوبريم دلتا جي تساوي زيرو وكمان ات الكوبريم كيو تساوي كي كابتن كي كابتن اللي هو الكوبريم كونس عشان الاتزان بتاع التفاعل الكيميائي يبقى المعادله هتقول الى ايه بقى دلتا جي بتساوي ناقص ار تي من كي بتساوي كمان ايه دلتا جي نوت ناقص ان اي نوت اف اي نوت اللي هي ايه ستاندرد بوتنشال ديفرنس اوف ذا سيت يعني برضه الايه هو الدفعة الكهربية القياسية اللي هي مقاسة عند الستاندرد كونديشن. طيب فين بقى لان السيتويشن؟ لسه ما وصلناش دي كلها ايه؟ في الطريق يعني. في حد عايز حاجة في الجزء ده قبل ما نقلب؟ هنا زي ما قايل دلتا جي هتساوي ناقص ان دي اف ودلتا جي نوت هتساوي ناقص ان اي نوت اف قلناها في مجال الكلام ده فهنعوض عن دلتا جي ودلتا جي نوت هنوصل للمعادله بتاعت نيرنس اللي هي بتقول ايه في الاخر الستاندرد الكترونوتيك قصدي الالكترونوتيك فورس تساوي ستاندرد الكترونوتيك فورس او ممكن معادلة نيرس دي ممكن نطبقها على الكترون واحد أو خلية. يعني ممكن نقول إي اللي هو الكترون بوتنشال أو وان الكترون. أو ممكن إي تبقى الالكترونوتيك فورس أو ريسيرف. يبقى إي هتساوي إي نوت عند الستاندرد كونديشن ناقص اللي هي أر تي على إن إف لما نحسبها هتساوي هي تقسيمة دي لما نحول اللين إلى لوج يبقى اي هتساوي اي نوت ناقص 59 من 1000 على النمبر اوف مولز او النمبر اوف الكترونز في المعادله لين كيو اللي هي طبعا النسبه بين الاكل ماشي والبرودكت والاكل ماشي والبرودكت دي اللي هي النيرس ايكويشن ببساطه بتربط ايه ببعض؟ بتربط جهد الخليه مع الجهد القياسي للخليه مع تركيز
المحاليين في الكرة الخليجية، المكتب الخليجية فيها محاليين، يبقى لازم أعرف أركزها عشان أجيب قيود. يبقى المعدة دي ممكن تستخدم في حساب الكرة الخليجية بمعلومية إيه؟ الستاندرد الإلكترونيكي فلورس اللي هي إينور، اللي ممكن نجيبها من الجداول والتراكيب بتاع الخلية اللي أنا بستخدمها، أو العكس ممكن أحسب منها التراكيب لو أنا عارف المعلومات. يعني لها ثلاث استخدامات، يا إما تحسب منها إي، لا تحسب منها إي نور، أو ممكن تحسب منها تركيب أحد الإي مكونات الخلية. يبقى لما نقول المعادلة دي بتاعت نانس والمعادلة بتاعت دلتا دي بتساوي ماينس